إذن لتسليط الضوء على نفوذ الميليشيات الموالية لإيران في العراق والعقوبات الأمريكية عليها، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول حسين دلي الإعلامي العراقي. أستاذ حسين، مرحبا بكم. يعني بحسب منتدى صنع السياسات في لندن، فإن واشنطن تصر على معاقبة وحصار أذرع إيران في العراق. ما الأدوات التي تمتلكها واشنطن لمعاقبة الميليشيات غير مفهوم العقوبات أستاذ حسين؟ حياكم الله، شكرا لكم على الاستضافة. أهلا بك سيدي الكريم. الحقيقة لا يبدو برأيي أن هناك أدوات كثيرة بيد الإدارة الأمريكية، خصوصا وأنها في أيامها الأخيرة، إدارة ترامب على وشك الرحيل وقدوم إدارة بايدن. نعم. لكن هذه العقوبات لا تخلو من التأثير السياسي والاقتصادي، باعتبار أن الولايات المتحدة هي الدولة الأقوى سياسيا واقتصاديا في العالم، وعقوباتها محل احترام وانضباط من كل دول المنطقة أو على الأقل الأغلبية. وهذا التأثير بالضرورة ينسحب ولو جزئيا على المشهد السياسي في الواقع العراقي. نذكر أن الفائح الصياد هو آخر الشخصيات التي فرضت عليها العقوبات الأمريكية، وهذه العقوبات لها ما يبررها بالدليل الواقع، والعراقيين شهدوا كثير من هذه الوقائع التي تسبب بها فائح الصياد باعتباره رئيس هيئة الحشد الشعبي المسؤولة عن كثير بل مئات من الجرائم المرتكبة ضد العراقيين في شمال العراق وغربه وجنوبه. وشاهدنا قبل يومين ما حدث في الناصرية، وكيف أن هيئة فصائل الحشد الشعبي مع بعض القوى الأمنية اعتقلت كثير من الناشطين والمتظاهرين. أقول أن الولايات المتحدة رغم أنها في آخر أيام هذه الإدارة، لكنها هذه العقوبات سيكون لها تأثير، وأتوقع شخصيا أن فالح الفياض قد لا يستمر في المشهد السياسي خلال أو على أقل تقدير في الانتخابات القادمة. أما بعد الانتخابات في الحكومة الجديدة لن يكون له وجود على هذا المسرح. أستاذ حسين، العقوبات الاقتصادية كتلك التي فرضت على فالح الفياض، هل تعتقد أنها تؤثر بشكل أو بآخر على قدرات الميليشيات وبالتالي تحجيم نفوذها في العراق؟ لا أعتقد ذلك. العقوبات الاقتصادية، نذكر أن كما قلنا أنه الإدارة الأمريكية فرضت كثيرا من العقوبات على قادة الميليشيات، بل حتى على أطراف سنية لهم علاقات مع هذه الميليشيات. اقتصاديا لا يبدو أن تأثيرها كبير، على الأقل داخل العراق، لأن العراق نوعا ما مغلق اقتصاديا، وعمليات التسليح لفصائل الحشد الآن تتم ب يعني طرق متعددة، أغلبها يأتي من الداخل العراقي وليس من خارج العراق. ميليشيات الحشد الشعبي الآن تسيطر على مناطق شاسعة في العراق، أغلبها تقود لمناطق تم تهجيرها وهي مناطق سنية بالمناسبة في وسط العراق وغربه وفي مناطق حزام بغداد. هذه المناطق تدر موارد كثيرة، أغلبها مناطق زراعية وأحواض سمكية. لدينا معلومات كثيرة عن سيطرة الحشد الشعبي ليس على جرف الصخر فحسب، المنطقة التي معروفة منذ 6 سنوات تم تهجيرها، لا، بل لدينا معلومات أن الحشد الشعبي الآن موجود في مناطق ذراع دجلة ومنطقة بحيرة الثرثار ومناطق كثيرة في صلاح الدين. واليوم تحدثت إحدى مجلس عشائر وعيان صلاح الدين عن اكتشاف مقابر جماعية تعود لمناطق كان يسيطر على الحشد الشعبي وأخفى مئات من الناس. فأقول هذه المناطق هي الآن مهجرة من أهلها وتدر أموال كثيرة. عدا عن ذلك، الحشد الشعبي هو الممثل للفصائل الولائية المرتبطة بإيران، هو جزء من هيكلة القوات الأمنية العراقية، وهذه القوات تأخذ حصصها أسوة بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وبقية الأجهزة الأمنية. نعم. فلديها موارد حكومية، لديها موارد اقتصادية خاصة، عدا عن التسليح الإيراني الذي يأتيها عبر الحدود سواء بالطرق المعروفة أو بالطرق التهريب. على ذكر التسليح، يعني أستاذ حسين، رغم العقوبات الأمريكية لكن يتصاعد موضوع سباق التسلح بين الميليشيات على رأسها ميليشيا حزب الله في العراق. كيف يمكن قراءة أهداف وتداعيات هذا الصراع بين الميليشيات؟ طبعا المورد الرئيسي كما ذكرنا عادة عن التجهيز الحكومي هي تهريب النفط. أنا نسيت أن أذكره في السؤال السابق، تهريب النفط يؤثر
ملايين وربما بضع مليارات من الدولارات لهذه الفصائل، لكن هذه التنافسية على مستوى التسليح وعلى مستوى الشارع تنبع من التنافسية على السيطرة على ممرات التهريب النفطية في جنوب العراق. الكل يعرف وخاصة المختصين في تلك المناطق أن ممرات التهريب وعبارات النفط، بل هناك سفن غارقة قديمة تم انتشالها وإصلاحها وصنع عبارات جديدة لتهريب النفط، وهذه الفصائل تقتسم مع الأحزاب تقتسم تلك الممرات ومسارات تهريب النفط في البحر، تباع بعض الصفقات على مهربين آخرين أو إلى إيران أو إلى دول أخرى، وهذه توفر أموال كثيرة. انعكست بالتالي هذا التمويل الكبير عدا عن التمويل الحكومي على أن الفصائل نفسها في الفترة الأخيرة مع اقتراب المشهد العراقي وقضية الانتخابات في التنافس السياسي، لأن معظم هذه الفصائل لديها واجهات سياسية بشكل أو بآخر أو تسعى لإيجاد واجهات سياسية، وهذا التنافس السياسي ينعكس على كيفية السيطرة على بعض المناطق، وهذا ولد بالضرورة تنافس بالتسليح بين هذه الفصائل في محاولة إثبات نفسها والسيطرة على مناطق أخرى. عدا عن ذلك هناك المناطق الحدودية، وأقصد هنا في محافظة الأنبار ونينوى وصلاح الدين، تحاول هذه المناطق السيطرة على الحدود مع سوريا وحتى مع الأردن وصولا إلى الحدود مع الجزء الأخير من تركيا، تحاول الوصول إليه في المنطقة الحدودية في غرب نينوى. أقول هذه التنافسية ولدت حالة استقطاب بين الفصائل، ونرى هناك الآن تنافس واضح وربما حتى بيانات بين أخرى، بل يقال أن هناك اغتيارات الآن بين الفصائل وخاصة بين العصاب وسرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر، وحزب الله الآن يحاول في الفترة الأخيرة مع الظهور الكثير لأبو فدك محمد داوي اللي هو نائب رئيس هيئة الحشد أو رئيس أركان هيئة الحشد، مع ظهور المستمر في الإعلام يحاول منافسة مقتدى الصدر، بل منافسة قيس الخزعلي وهادي العامري، فهو رغم أنهم يجتمعون ب الولاء لإيران أو عملية الوقوف ضد الحركات المتظاهرين، لكن بينهم هناك تنافس داخلي في محاولة الظهور والبروز والسيطرة على المشهد العسكري. من اسطنبول حسين دلي الإعلامي العراقي، شكرا جزيلا لكم.